اهلا ومرحبا بكم في فيديو جديد في فيديوهات العاب الاطفال. بص بقى جبت لكم ايه النهارده. جبت لكم، فاكرين كنت عملت تجربه قبل كده وضربت كور الخرز مع السلايم في الخلاط؟ بصوا ده شكلهم بعد ما فات عليهم 24 ساعه. بصوا شكلهم عامل ازاي. واو، النهارده بقى هنعمل بيهم تجربه تانية. هنحطهم بقى في الفريزر ونشوف هيحصل لهم ايه. ايوه هسيبهم كمان بقى في الفريزر 24 ساعه. احنا كنا جبنا كور الخرز دي وضربناهم في الخلاط جامد جدا مع السلايم اللازق، وطلعوا لي السلايم الفظيع ده شكله حلو قوي. بصوا عامل ازاي، اصلا تحسوا ان هو ملصلص كده وفي كور الخرز مختلف عن السلايم التاني ان هو لازق عنه شويه. واو انا متحمس قوي لتجربه النهارده. يا ترى بعد ما احطهم بقى في الفريزر ده هيحصل للسلايم الرهيب ده ايه؟ واو متشوقه ومتحمسه قوي ان انا اعرف يا ترى بقى هيحصل ايه. يا ترى هيحصل ايه؟ بصوا ده السلايم بتاعي عمال هو العب بيه. طبعا ده مش الاكل خالص، ان احنا نخلي بالنا، وما كمان ما بيلزقش في الايد، بس بعد ما نخلص ان احنا نغسل ايدينا. اوكي وبعدين انا متشوقه ايه. بصوا عمال العب بقى بيه واجربه لكم. مستعدين؟ اروح دلوقتي اوديه واحطه بقى في الفريزر واسيبه 24 ساعه، بعدين اجيبه لكم وتقولي لي بقى ايه رايكم بقى فيه بعد ما حطيناه بقى في الفريزر. مستعدين؟ اوكي هنحطه بقى في الفريزر دلوقتي ونشوف هيحصل ايه بقى بعد كده. 1 2 3. بص بقى جبت لكم بعد ما سبته في الفريزر لمده 24 ساعه. ايه ده، ده تلج خالص. طبعا ده مش الاكل تماما، هو شكله شبه البودنج شويه، بس طبعا ده مش الاكل. شكله بقى جامد قوي. بصوا ساقع جدا كده وبقى صعب قوي ان انا اشكله، وبقى متلج كده خالص. واو بصوا عامل ازاي، ريحته كمان جميله جدا. لما نيجي بدوس كده عليه جامد ممكن ان هو يدوب معايا سنه. فالنهارده بقى عشان اقدر ان انا اشوفه من جوه عامل ازاي، جبت معايا المفك والشاكوش دول عشان اقدر ان انا افكه بقى خالص وافكه من التلج بتاعه واشوفه ده عباره عن ايه. بص انا اضغط كده عليه جامد. واو بيطلع لي بقى زي تكون بتقشر كده. نمسك بقى العجينه دي ونشوفها. دي شكلها بصوا زي كور خالص القديمه، بس ايه ناشفه قوي. بصوا هو عمال اقشر بقى فيها واضغط عليها كده جامد، بتكسر كده معايا. بصوا جبت الشاكوش وكسرت حته كبيره منها، وبيحصل فيها زي ما قلت لكم بتتكسر معايا بطريقه جامده شويه. واو دي كانت تجربه حلوه قوي. مبسوطة جدا انا قدرت اشوف السلايم بعد ما تلج وكور الخرز حصل فيها ايه. ده بقى قطعه واحده، تحسوا ان هو بقى كور خرز على سلايم، الاثنين ماسكين كده في بعض جامد وقشرتهم قويه قوي. انبسطت جدا بالفيديو الفظيع ده بالتجربه الرهيبه دي. اتمنى ان هي تكون عجبتكم. بليز قولوا لي رايكم بقى فيها في الكومنتات، وممكن اعمل لكم تجربه تانية ان احنا نحطه في الفريزر لمده 48 ساعه ونشوف ايه اللي هيحصل له. لو انتوا عايزين ان انا اعمل لكم التجربه دي بليز قولوا لي في الكومنتات ان انتوا عايزين 48 ساعه وانا اعملها لكم. اتمنى يكون الفيديو الفظيع ده عجبكم. بليز ما تنسوش تعملوا ايه، لايك وسبسكرايب عشان يجيلكم كل جديد من فيديوهات العاب الاطفال. وحشوني يا اصحابي، باي باي.